من يريد يشتري الجنة؟ كلكم وأنا معكم إن شاء الله. زين، أنا بعطيكم الحين خمسة أسرار لشراء الجنة، خمسة أسرار وكلها في مقدور الجميع، ولا واحد هنا ما يستطيع يقول أنا ما أقدر أسوي ذا خمسة أشياء، كلها في مقدور الجميع، في متناول الجميع، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أتيت بهذه الخمسة أشياء الجنة لك إن شاء الله. طبعا يحتاج للإخلاص. أول حاجة هذا اللسان عوده على ذكر الله، قولوا سبحان الله، قولوا سبحان الله مرة ثانية. زرعتم شجرتين في الجنة، ما أسهل. سبحان الله غراس الجنة، أنت تقول سبحان الله شجرا زرعت في الجنة، شجرة من؟ شجرتك أنت. إذا أردت أن تزرع شجرة في الدنيا كم تحتاج من الجهد؟ تحتاج إلى معول، تراب صالح للزراعة، تحتاج إلى بذور، تحتاج إلى سماء، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى رعي، تحتاج إلى سقاية، تحتاج إلى متابعة. يمكن هذه الشجرة تكبر، يمكن تذبل، يمكن تموت، ولكن شجرة الآخرة بقولك سبحان الله زرعتها، من يراعيها؟ جل جلاله. وشجرة الجنة ليست كأشجار الدنيا، شجرة الجنة غير. يقال بأن شجرة الجنة لو فقس غراب وهو أطول الطيور عمرا وطار إلى أن مات ما قطع مسافة ورقة من أوراق الجنة. تزرعها بماذا؟ سبحان الله. زرعت من شجرة ثالثة، سهلة. ما الذي يمنعك في اليوم أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة؟ ماشي. قولوا الحمد لله، قولوا مرة ثانية الحمد لله، ملأتم الميزان مرتين، الحمد لله تملأ الميزان، سهلة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أصلا أنتم خلقتم للجنة، أنتم خلقتم للجنة، ودعوة الجنة مفتوحة. كل واحد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله استلم بطاقة الدعوة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي، كل أمتي، من يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح ولا لا؟ كل أمتي يدخلون الجنة، يدخلون فعل مضارع مستمر، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هناك استثناء، بطاقة الدعوة جاءت حل جميع دخول الجنة إلا من أبى. بعض الحين يجيك بطاقة دعوة إلى العرس، إلى الملكة، إلى حفل، إلى غير ذلك، إما تحضر أو ما تحضر، أنت تختار. إذن القرار بيدك، القرار بيدك أنت، تدخل الجنة ولا ما تدخل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فسألوا الصحابة ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا لما في عقل يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن علمك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. إخوتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أطيب هذا اللقاء وما أسعده ونحن في بيت من بيوت الله، بعد أن أدينا فريضة من فرائض الله، اجتمعنا من أجل كلمة الله، واجتمعنا من أجل تدارس كتاب الله سبحانه. والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حث على هذه المجالس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. بشراكم هذا الاجتماع الطيب، وبشرى للقائمين على هذا المسجد، وبشرى لمن بنى هذا المسجد، فإن الله سبحانه وتعالى حث على ذلك فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. وعمارة المسجد إما ببنائها أو بذكر الله سبحانه وتعالى فيها، إذ أن الله سبحانه وتعالى أثنى كذلك على الذاكرين ومن عمر هذا المسجد بذكر الله، فقال جل جلاله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عباد الله، هذه هي بيوت الله، لها أسرار عظيمة، ومن هذه البيوت تخرج الصحابة، من هذه البيوت انتشر الإسلام، من هذه البيوت تخرج العلماء، من هذه البيوت تخرج التجار، من هذه البيوت تخرج القضاة، من هذه البيوت تخرجت الجيوش التي صالت وانتشرت في ربوع المعمورة فكونت دولة إسلامية مبدأها الصين ومنتهاها الأندلس. تخرجهم من هذه المدرسة، من هذه المدرسة الربانية، من هذه المدرسة النورانية، لم يكن بسلاح ولا بالقنابل ولا بالطائرات ولا بالمدمرات، إنما تخرجوا بشيء واحد، والأمة الإسلامية في أمس الحاجة إلى هذا الشيء. يا ترى كيف نستطيع أن نعيد للمسجد مكانتها؟ كيف نستطيع أن نحول هذه المساجد من دور العبادة التي اقتصرت على الصلاة نصلي فيها ركعات ربما لا نخشع فيها إلا القليل، كيف نحول هذه البيوت من العبادة المقتصرة على الصلاة فقط إلى مدرسة وإلى أكاديمية تخرج الشباب لهذه الأمة؟ وماذا يحتاج شبابنا في هذا الزمن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا ما نحتاج إليه، خذ كلمة زينة وضع تحتها خط، ثم انظر إلى الناجحين تجد بأنهم أخذوا زينة المظهر وزينة المخبر، أخذوا زينة الشكل وأخذوا كذلك زينة القلب الجوهر، أخذوا زينة العمل وكذلك أخذوا زينة الإيمان. أمتنا اليوم محتاجة إلى أن تكون متزينة في أعمالها وفي أخلاقها حتى نحبب الناس إلى هذا الدين، إلى دين الإسلام. هذه الأخلاق هي من أساسها ومن أجلها بعث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تزكية، تزكية النفس، تزكية الأخلاق، تزكية الإنسان في تعامله مع الآخرين. كيف لا والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن أجل هذا بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما هي الأخلاق التي نحتاج إليها؟ وماذا نتعلم من مدرسة المسجد في الأخلاق؟ هذا هو السؤال. كيف يستطيع الإنسان أن يكون ناجحاً من تمسك بالصلاة مع الجماعة ومن حول المسجد إلى مدرسة، حولها إلى مدرسة حياة، حولها إلى مدرسة النجاح؟ نبدأ أولاً فنقول: من أراد أن ينجح فعليه بنور الله، عليه بنور الله. ما هو هذا النور؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: ذاكراً عن نفسه بأنه هو النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ذلك النور، ذلك النور هو ما نحتاج إليه. هذا النور بعد أن ذكر الله هذه الآية أعقب فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بمعنى من أراد ذلك النور فعليه ببيوت الله.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ثم أعقب الله فقال مبينا بأن من أناس حرموا من هذا النور فكانوا في ظلمات التخبط أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن نحن أمامنا أمرين، إما إنسان عند نور أو الإنسان ما عند نور. النور نور رباني، هذا النور ينفع الإنسان في حياته وينفعه في مماته. في الدنيا كيف ينفعه؟ يقول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا، الضمير ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو ما يسمى بنور البصيرة. الإنسان إذا استنبط واستنار بنور الله سبحانه وتعالى يكون عنده نور البصيرة، قراره يكون دائما سليم، حركاته سليمة، سكناته سليمة، كلامه سليم، من يشاركه يكون سليم، فهذا الإنسان يؤثر ولا يتأثر. هذا ما نحتاج إليه من شبابنا، أن يكون الشباب مؤثرين لا متأثرين بالثقافات المختلفة. كيف ينالها؟ من خلال تمسكه بهذه البيوت. ومن أجل هذا بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود، يخرج من المسجد بدون قلب، ترك قلبه في المسجد، خرج من المسجد همه متى تأتي الصلاة القادمة حتى يعود إلى بيت الله ليكون ضيف الله سبحانه وتعالى في بيته، لأن هذه بيوت الله. فإذا إحياء هذه البيوت إخوتي في الله ليس فقط للصلاة، الصلاة جزء بسيط جدا من مهام هذه البيوت. ومن أجل هذا فحلق الذكر من الأهمية بمكان. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول مبينا بأن من أراد أن يكون في الجنة في الدنيا، من أراد أن يأكل من الجنة في الدنيا فعليه بحلق الذكر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة، إذا مررتم بحدائق الجنة، إذا مررتم بجنان الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني كلوا منها. فقال الصحابة وما رياض الجنة يا رسول الله؟ وين هذه الرياض؟ فقال حلق الذكر. حلق الذكر، حلق الذكر، هذه الذكر، أذكار ذكر الله سبحانه وتعالى مهم جدا، لأن من فوائدها يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، من ذكر الله ذكره الله، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، فأي بشارة أفضل من هذه. فانظروا وتخيلوا معي شباب تعودوا على المساجد، جلوسهم في المساجد من أجل الفائدة، من أجل اكتساب هذا النور. إذا رأيتم جماعة جالسون فاجلسوا معها. ذات مرة شباب جالسون، صحابة جالسون في حلق الذكر، ورجل مار في طريقه صلى في المسجد رآهم جالسون فجلس، فنزلت الحسنات، وهذا الإنسان ناله من الحسنات. فقال أحد الملائكة هو مر ليس من أجل حلق الذكر إنما في حاجة. فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال هم قوم لا يشقى بهم جليسهم، هم قوم لا يشقى بهم جليسهم، اجلس ولو لم تستفد من كلمة، لأن الذي يقال فوق مستواك،
مجرد جلوسك معهم أنت تنال الحسنات. هم قوم لا يشقى بهم جلوسهم، تنال تلك الحسنات. وفي المقابل بيّن الله سبحانه وتعالى بأن من منع بيوت الله من أن تتحول إلى حلق الذكر وإلى بيوت الذكر، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعله يتخبط في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. منع ذكر الله لأنه ماذا فعل؟ منع ذكر الله لأنه لم يقم هذه الحلق. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أي بيت ما يسكنه إنسان يتحول إلى خراب. فتخيل البيت لا يدخله إنسان إلا نصف ساعة في اليوم. تخيلوا بيت، أنا عندي بيت في اليوم نصف ساعة، كيف سيتحول هذا البيت؟ 23 ساعة ونصف فاضي، نصف ساعة فقط أدخل فيه، إيش يكون هذا البيت؟ يكون خراب. وهذه المساجد في اليوم كم عدد الدقائق والساعات يدخلها الناس وكم عدد الساعات تكون فاضية؟ طفل الهاتف يا سعاد، شل عن الهاتف. فلا بد، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يقتصروا في النهار على عمارة المسجد، إنما كان عمارة المسجد حتى في الليالي من الأهمية بمكان، وأساس العبادة في التقرب إلى الله في الليالي. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يثني على القائمين في هذه البيوت في الليالي، يقول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والنتيجة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآن انظر إلى الآية التي تليها: الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يشتغلون في الليل بذكر الله. انظر إلى هؤلاء ماذا أعد الله لهم وماذا بعد ذلك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآية التي تليها: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كيف تربى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن يتحمل أمانة هذه الأمة رباه الله سبحانه وتعالى فقال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مدرسة غيبية تدرب القرآن القلوب، تهيئ القلوب لهذه الرسالة. اليوم شبابنا يسهرون، ولكن أين يسهرون؟ لا نعم على جميع الشباب. الشباب يقول: نعم أنا أقوم الليل إلا قليلا، أذان الفجر أروح أنام. طيب طول الليل كنت في مثلث الشباب. إيش هو مثلث الشباب؟ الشيشة والشاشة والشاشة. تخيلوا شاب تخرج من مثلث الشباب يقضي في اليوم 8 ساعات في الشيشة والشاشة والشاشة، من مباراة إلى مباراة، من مباراة إلى مباراة، من فيلم إلى فيلم، من مسلسل إلى مسلسل. ها؟ تخيلوا هذا الشاب وتخرج من مثلث الشباب، وشاب تخرج من المساجد، من بيوت الله. الفرق شتان بين الاثنين. هذا يرى بنور الله، وهذا يصبح الصباح لا يستطيع حتى أن يفتح عيناه من الإرهاق والتعب.
قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قبل الفجر يقول الله سبحانه وتعالى فيهم هؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نهارهم عمل وليلهم قيام. نهارهم عمل جهاد وليلهم قيام. طيب متى يناموا؟ هذا هو السؤال. متى ينام الصحابة؟ متى ينام الأبرار؟ متى ينام الأولياء؟ متى ينام الصالحين؟ نقول لك ينام مباشرة بعد صلاة العشاء. لا تقيلوا، لا تقيلوا بمعنى بعد صلاة العشاء ممنوع إن أحد يكون يسهر. طيب الواحد يقول يا أخي المدنية والمدنية وكلام كثير. أحد علماء المسلمين يقول بأن الطب الحديث اكتشف إن من أكبر أسباب مرض السرطان السهر. يقول في الإنسان خلف الأذن غدة، والإنسان عنده غدد كثيرة، عند غدة تسمى الغدة الصنوبرية. هذه الغدة لا تشتغل إلا بعد صلاة العشاء، واحد. رقم اثنين، لا تشتغل إلا في الظلم. إذا شيء نور ما تشتغل، إذا أنت صاحي ما تشتغل، لازم تنام ومطفي النور تبدأ تشتغل. وظيفتها أنها تنظف الجسم من السموم، تنظف الجسم من السموم. فالإنسان مع منتصف الليل أخذ القسط الكافي من النوم، مع ثلثي النوم خلاص اكتفى، من ثلثي الليل اختفى، الثلث الأخير يجعله للقيام. بورك لأمتي في بكورها. الخميس والجمعة وش نسوي نحن؟ ها؟ سهر. الخميس الواحد يقوم مدري الساعة 10 الساعة 11، هذا إذا قام الساعة 11. ها؟ يلا إذا صلوا شباب، مش كلهم، بعضهم إذا صلى وتغدى ورجع ينام، العصر قام راح يلعب الكرة، بعد الكرة يلا الآن لمثلث الشباب. الجمعة ماذا يفعل الشباب يوم الجمعة؟ هذا هو السؤال. الجمعة أنا دائما أقول بأن أمة الإسلام هي أمة العمل. في هذه الدنيا عمل، في الآخرة هناك الرحمة. في مقولة جميلة سمعتها تقول الراحة كالسراب، الراحة كالسراب، كلما اقتربت منه ابتعد، ولن تنال الراحة إلا في الجنة. إذن فلنترك الراحة ولنبحث عن الجنة. إذا وجدت الجنة وجدت الراحة. كيف تجد الجنة؟ بأن تكون قريبا من الله بعيدا من الشيطان. طيب أنا أسأل سؤال، أسأل سؤال، وهذا السؤال دائما أكرره. لو اليوم نزلت إعلان في جريدة وقلت بأن عندي وظيفة إحدى شركات عالمية عندها معدات وعندها آلات وعندها موارد تقدر بحوالي 100 مليون ريال، وتبحث عن حارس أمين يحمي المبنى حراسة بشرط من المغرب إلى الفجر ممنوع يجلس وممنوع تسن عينه، حارس يكون أمين منتبه ويقف، وفي كل شهر هذا الحارس إذا قام بدوره لم يرتاح ولم ينام، في كل شهر نعطيه راتب تشيك ب100,000 ريال عماني. كم واحد بيتقدم هذه الوظيفة؟ أنا أول واحد أقدم لهذه الوظيفة. طيب ما 100,000 ريال عماني، نهاية كل شهر يعطوك شيك ب1,000,000 ريال، وإيش بسوي عشان ما تنام؟ أي شيء، بتتفنن بطرق مختلفة عشان ما تنام. طيب الشيك ما 1,000,000 ريال، بيعطوك 10,000,000 ريال كل شهر، تودع النوم بتاتا. طيب الله سبحانه وتعالى أعد لك لا 100,000 ولا 1,000,000 ولا 10,000,000، أعد الله لك قطعة أرض، قطعة أرض كروكي، عرضها فقط
ما نتكلم عن طول، طول يكون عادة أطول من العرض، ما كذلك؟ عرضوها فقط السماوات والأرض. وهذه الأرض ما فاضية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. زد على ذلك قطعة أرض أبدية، لا تمرض فيها ولا تتعب فيها ولا تموت فيها. زد على ذلك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بكم تشتريها؟ بركعتين في جوف الليل، بلحظات تقضيها في المسجد، بحلق الذكر. هذه هي تجارة الله. الله غني عنا ونحن محتاجون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذن نقول لشبابنا، الهدف الأسمى رضا الله وجنة عرضها السماوات والأرض. كيف تشتريها؟ كل يوم صباح اسأل نفسك هذا السؤال، كيف أشتري الجنة؟ اليوم عندي فرصة، أحياني ربي، كيف أشتري الجنة؟ ها، من يريد يشتري الجنة؟ كلكم، وأنا معكم إن شاء الله. زين، أنا بعطيكم الحين خمسة أسرار لشراء الجنة، خمسة أسرار، وكلها في مقدور الجميع، ولا واحد هنا ما يستطيع يقول أنا ما أقدر أسوي ذا خمسة أشياء، كلها في مقدور الجميع، في متناول الجميع، لأن الله يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. إذا أتيت بهذه الخمسة أشياء الجنة لك إن شاء الله. طبعاً يحتاج إلى الإخلاص. أول حاجة، هذا اللسان عوده على ذكر الله، قل سبحان الله، قل سبحان الله مرة ثانية. زرعتم شجرتين في الجنة، ما أسهلها. سبحان الله غراس الجنة، أنت تقول سبحان الله شجرة زرعت في الجنة. شجرة من؟ شجرتك أنت. إذا أردت أن تزرع شجرة في الدنيا كم تحتاج من الجهد؟ تحتاج إلى معول، تحتاج إلى تراب، كنت تراب صالح للزراعة، تحتاج إلى بذور، تحتاج إلى سماء، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى رعي، تحتاج إلى سقاية، تحتاج إلى متابعة. يمكن هذه الشجرة تكبر، يمكن تذبل، يمكن تموت، ولكن شجرة الآخرة بقولك سبحان الله زرعتها، من يراعيها؟ جل جلاله. وشجرة الجنة ليست كأشجار الدنيا، شجرة الجنة غير. يقال بأن شجرة الجنة لو فقس غراب وهو أطول الطيور عمرا وطار إلى أن مات، ما قطع مسافة ورقة من أوراق الجنة. تزرعها بماذا؟ سبحان الله. زرعت من شجرة ثالثة سهلة. ما الذي يمنعك في اليوم أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة؟ ماشي، قولوا الحمد لله، قولوا مرة ثانية الحمد لله، ملأتم الميزان مرتين، الحمد لله تملأ الميزان، سهلة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أصلا أنتم خلقتم للجنة، أنتم خلقتم للجنة، ودعوة الجنة مفتوحة. كل واحد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله استلم بطاقة الدعوة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي، كل أمتي، من يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح ولا لا؟ قال كل أمتي يدخلون الجنة، يدخلون فعل مضارع مستمر، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هناك استثناء، بطاقة الدعوة جاءت حل جميع دخول الجنة إلا من أبى. بعض الحين يجيك بطاقة دعوة إلى العرس، إلى الملكة، إلى حفل، إلى غير ذلك، حصلتك وصلت البطاقة، إما تحضر أو ما تحضر، أنت تختار. إذن القرار بيدك، القرار بيدك أنت، تدخل الجنة ولا ما تدخل. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. فسألوا الصحابة ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا اللي ما في عقل يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذا أنت أساسا مخلوق الجنة. حديث آخر، الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. إذن في الدنيا ذكر الله يعينك على البقاء على ذلك الصراط المستقيم.
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. إيش هما؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، في متناول الجميع. حد ما يعرف يقول هذه الأشياء؟ لما يعرف بنعطيه درس خاص. إذن الأولى ممكن نسويها. وفي هذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكثر، أن نكثر من هذا الذكر. فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا كثر وسبحوه بكرة وأصيلا. لماذا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله يريد لك أن تدخل الجنة. الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون عليك يترحمون لك بأن تدخل الجنة. فالله سهل لك طريقا إلى الجنة من خلال الذكر. ولنا أن نجلس جلسة مطولة في الذكر، ولكن بمشيئة الله يكون اكتفينا بهذا، أن نعود هذا اللسان على ذكر الله. حاجة رقم 2، قولوا استغفر الله. قولوا استغفر الله. صعبة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مغفرة، كيف المغفرة؟ بالاستغفار. وجنة عرضها السماوات والأرض. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهارا. الاستغفار مهم جدا. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار مهم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار دائما يستغفر، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. إذن هذا اللسان يسبح، يذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالتكبير، مع ذلك يستغفر. المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر في مجلس واحد 70 مرة وقيل 100 مرة في مجلس واحد. من هو؟ غفر له ما تقدم، ولكن مع ذلك لازم الاستغفار. فإذا هذه الثانية صعبة ولا سهلة؟ سهلة. عندك الجوال، عندك النقال، عندك هذه الأجهزة، برمجها يكون تذكرك كل ساعة كل ساعتين. حط هناك ذكر الله، رسالة جيك ذكر الله، اذكر الله. من خلال ذلك استغفر ربك، تستغفر، فهذه تساعدك على أن تكون من المقربين. رقم 3، هذه البيوت أنت تحتاج إليها أكثر من غيرك. إذا واحد عنده جهاز كمبيوتر وهذا الجهاز يدخل فيه في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت، وش يصير لهذا الجهاز بعد فترة؟ وش يصير له؟ ها؟ فيروزات. فيروزات، الفيروزات من جهة، والهكرز يسموهم الهكرز، يسموهم هكرز هذا المخربين، والمخربين من جهة، صح ولا لا؟ وش يصير للبرنامج بعد فترة؟ يتأثر. حتى تحصل على الحماية ماذا تفعل؟ يكون عندك هذه البرامج، برامج وقائية. هذه البرامج الوقائية تحصل عليها في بيوت الله، في بيوت الله تحصل عليها في بيوت الله من خلال 3 أشياء. الأولى ذكرناها، ذكر الله. الثانية من خلال الصلاة. الصلاة تعطيك حماية. يقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال في آية أخرى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزدد من الله إلا بعدا. إذن هذه الصلاة تعطيك حماية، حماية. والسؤال اللي عندي: حد في المسجد هنا ما يعرف يصلي؟ حد ما يقدر يصلي؟ حد ما يقدر يجي المسجد؟ إذن هذه في متناول الجميع، تتفقوا معي؟ في متناول الجميع. فقط
أنا أقول أبرمج نفسي 5 مرات في اليوم أنا أروح أشحن البطارية، شحن البطارية أنا أروح المسجد عشان يكون عندي حماية. والله سألت الشباب قلت لو أنت اشتريت سيارة جديدة من الوكالة، سيارة جديدة من الوكالة في اليوم كم مرة سولها بوليس الباليس هذا البوليس هذا نظفها من الغبار؟ إذا شفت في هذه السيارة شمخة بسيطة إيش تسوي؟ تقول معليش بسيطة؟ وش تقول؟ لا ما يصير. شفت في الجامعة في المرآة هذه أوساخ طير مرة هناك وألقى أوساخة، تقول بسيطة؟ وش تسوي؟ تلمع على طول، صح ولا؟ فإذا نفس الشيء أنت أول ما تجيك هذه الأوساخ وقعت في محظور مباشرة جدد، نظف نفسك، هذه الصلوات تنظفك. الصلوات هذه كالإنسان الذي يعيش على نهر ينغمس فيه 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا يا رسول الله، قال كذلك الصلوات 5 مكفرات لما قبلهم. هذه الصلاة نحن اقتصرنا على الحركات، لو علمنا فوائد الصلوات لما تهوننا فيها. ولهذا أثنى الله كما قلت على من 7 الذين يظلهم الله ورجل قلبه معلق بالمساجد فكونوا منهم. إذن الثالثة هذه كل واحد يقدر يسويها، تتفقوا معي؟ الرابعة نور الله نناله في كتاب الله. سمعنا من القارئ يقول في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أنت لو قلت حلواحي دلني الطريق بدلك إياه، لو سألت 5 مرات دلني الطريق بيقول لك يا أخي ما بدلك، تعال بشلك بنفسي، صح ولا؟ فأنت تسأل الله في اليوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه 4 فكررها 17 مرة. هل من المعقول إذا سألت الله 17 مرة أن يتركك هكذا؟ مباشرة قال لك في بعد سورة الفاتحة في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تريد هداية فذاك الكتاب على طول. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أن لأمة أن تشقى مع هذا الكتاب. فوائد قراءة القرآن كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى من ضمن هذه الفوائد وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. في لغة الكمبيوتر الفايروول جهاز حماية قوية لا يستطيع أي جن أو إنس أن يخترق. إذا اخترقوا احترقوا. هذا القرآن حماية أنت تحتاج إليها. طيب كم واحد هنا ما يعرف يقرأ القرآن؟ كم واحد ما حافظ القرآن ولو أجزاء بسيطة ولو سور قصيرة؟ كلنا حافظينها. إذن هذه 4 أشياء في متناول الجميع. أولاها الذكر، ثانيها استغفار، ثالثها الصلاة، رابعها قراءة القرآن. هذه كلها في متناول الجميع. طيب أعطيكم الخامسة التي لو قلت لكم إياها أنتم بتحصلوا ترقية. وما أدراك ما هذه الترقية؟ أي ترقية أنت تتمناها، أعطيني ترقية تتمناها في الدنيا ولا في الآخرة. ها في ترقية تتمناها؟ نعم رضا الله إن شاء الله تناله. ترقية أنا أتكلم عن ترقية، أنا بعطيكم الترقية. ترقية أولا تكون في الفردوس الأعلى وهي أعلى وسط الجنان. رقم 2 تكون مجاور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش رأيكم؟ حلوة ولا ما حلوة؟ يا سلام، تكون جار محمد صلى الله عليه وسلم. وين؟ في الجنان. كيف تنالها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وش هي؟ أحاسنكم أخلاقا. بالخلق انتشر هذا الإسلام. الابتسامة، الاحترام، التواضع، الإخلاص، التفاني، توقير الكبير زين او توقير الصغير واحترام الكبير،
أن نكون هكذا دائما، نتذكر اليتامى والأرامل، نخدم الآخرين، نكون خدومين إلى غير ذلك. هذه الصفات موجودة، والشعب العماني معروف بين الشعوب على مستوى العالم بأن الشعب العماني خلوق، صفة موجودة. قبل يومين وثلاثة أيام، يعني كنت لمدة 10 أيام في ليبيا، ويذكر أهل عمان بالخير، أمنيتهم إن يجوا عمان. لماذا؟ لأنهم سمعوا. بعضهم قال أنا كنت أدرس في أمريكا، أنا كنت أدرس في بريطانيا، أنا كنت أدرس في أستراليا، وكان في موجود فئة من الشباب العماني موجود معنا في الدراسة، يقولوا قمة في الأخلاق. واحد ذكر لي بلسانه يقول كنا في أمريكا في قرية أو في ولاية، وكان هناك مسجد للطلبة، وهذا المسجد كل الجنسيات المختلفة تتناوب على القيام على المسجد، مرة الجالية الباكستانية، مرة البنغالية، مرة الفلسطينية، مرة المصرية، مرة العمانية، مرة الشامية، كل مرة مجموعة، كل واحد يكون عنده دور لخدمة المسجد. وقولوا عندما أمسكت جماعة عمانيين المسجد هذا كان في قمة من التنظيم والأخلاق. يقول تمنيناهم لو أعطيناهم المسجد في طول الفترة. القريب والبعيد يشهد بأخلاق العمانيين، والأخلاق هذه موجودة. لماذا هي موجودة؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قلدنا وسام الشرف، ونقول لشبابنا هذا الوسام لا ينبغي أن يرمى، هذا الوسام لا ينبغي أن يلطخ، هذا الوسام لا ينبغي أن يهمل، هذا الوسام ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، في أهل عمان، عندما جاءه الصحابي بعد أن راح إلى أناس فضربوه وسبوه وشتموه، فقال لو أنك أتيت أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك. لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ألبسنا ذلك الوسام. فلماذا مع الغزو الثقافي شبابنا يترك ذلك الوسام؟ لا ينبغي. شبابنا، نقول لشبابنا لا بد أن نحترم الكبير، نحترم ونوقر الكبير مهما كان، لأن هذه أخلاق العمانيين. ينبغي أن نحترم الضعيف ونساعد الضعيف، لأن هذه أخلاق العمانيين. من زمان كنا نتربى في السبل، اليوم السبل راحت، ماشي سبل اليوم، ولكن المسجد موجود. نقول لشبابنا افتخروا بالثقافة العمانية، افتخروا بالأخلاق العمانية، افتخروا بالقيم العمانية، لأنها نابعة من الإسلام الصحيح من ذلك الزمن إلى هذا الزمن. فلا بد أن نستمر، فلا نجعل الغزو الثقافي مجالا بأن نترك هذه القيم وهذه الأخلاق. نواصل ذلك المشوار. ما وجدت أي وافد يأتي إلى عمان، سواء كان عربي أو كان أجنبي أو كان غير ذلك أو أعجمي، ذكر أهل عمان بالسوء أبدا، كلهم يذكر أهل عمان بالخير. إحدى الشركات النفطية عندها نظام، موظفوها يدور حول العالم، لأن هذه شركة عالمية عندها فروع في جميع العالم. بلسان حالهم يقولوا أحسن مكان عمان، أحسن مكان عمان، شعب العماني أخلاق ما بعده أخلاق. اليوم كنت مع أحد الوزراء يقول جاءنا ضيف من أمريكا، جاء من أجل أن يساهم في إحدى المشاريع، يقول فنظمنا له رحلة إلى جبل الأخضر. يقول واحد ذاهبون اتصل بزوجته، يقول الجماعة يأخذون الآن إلى مكان خالي، مكان فاضي فوق الجبل. لما وصل إلى هناك في الليل اتصل بها مرة أخرى، يقول صدقي الحين أنا نايم في العرى في المكان المكشوف، أستظل، يقول الآن أستظل بالنجوم، النجوم السماء بنجومها، والمكان هادي، المكان آمن، والمكان جميل. زوجة تقول هذا مستحيل، ما في مكان في العالم تستطيع تفعل ذلك. قال وجدته في عمان، الأمان، الأمن، الطمأنينة، النظافة، النقاء، الصفاء، الطيب، الكرم، الإحسان، الابتسامة،
التواضع، هذه كل من صفات أهل العمان، فلماذا نتنازل عنها؟ فلنثبت عليها بثباتنا بقيمنا وأخلاقنا بمشيئة الله، هذه الأمة تتقدم كما تقدمت سابقا. فإذا هذه الخمسة في متناول الجميع، تتفق معي؟ أن نواظب على ذكر الله قدر الاستطاعة، نعود هذا اللسان على ذكر الله. رقم 2 الاستغفار، رقم 3 الصلوات مع الجماعة، رقم 4 قراءة القرآن، رقم 5 الأخلاق. ائتوا بهذه الخمسة بمشيئة الله سبحانه وتعالى تكون من المقربين، وهذه كلها بجملتها تدخل في كلمة الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أملي كبير، وأنا أرى شبابنا وهم يتهافتون إلى المساجد، أملي كبير وأنا أرى الشباب يتبوؤون مكانتهم، أنا أتفائل وأرى الشباب بجدهم واجتهادهم ومثابرتهم في طلب العلم وفي العمل الجاد وفي البحث عن الفرص كي يساهموا مساهمة فعالة في خدمة المجتمع وفي خدمة الوطن، فهذه كلها بشائر خير. فقط شبابنا يحتاج إلى فرص، وشبابنا يحتاج إلى من يأخذ بأيديهم إلى جادة الصواب، وسنرى فيهم الخير الكثير، وهذا الخير إن شاء الله آت بإذن الله سبحانه، كيف لا، والله سبحانه وتعالى أثنى على الشباب في آت كثيرة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم بشركم يا شباب الإسلام، بشركم فقال من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله وحده. هذه هي غاية الشباب، هؤلاء هم الشباب الذين نحتاج إليهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بارك الله لكم، شكر الله سعيكم، نفع الله بكم العبادة والبلاد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، إن أريد للإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيل محروما. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة الأولى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.